ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في برنامج صالون الصحة والجمال، ونقدر نقول لكم النهاردة اللي احنا الحلقة بتاعتنا عايزين نتكلم عن دور المجتمع القومي، دور المؤسسات القومية، دور الشركات، ازاي بان هي بتقدر ان هي تساعد الشعب وتقف مع الحكومة وبتقف مع الرئاسة وبتقف ان هي ايد واحدة. المؤسسات في مصر كبيرة جدا، ورجال الاعمال برضو كبار جدا، وان كان رجال الاعمال تقاعسوا بعض الشيء، فلكن بنقف ونلاقي المؤسسات القومية في مصر هي اللي بتحل وتقف وتكون قد المسؤولية. اعزائي المشاهدين، معايا الاستاذ باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين. استاذ باسل، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ هيم، مساء الخير. اهلا بحضرتك. أستاذ باسل رئيس الشركة القابضة للتأمين، مجموعة مصر القابضة للتأمين كانت ليها دور مهم جدا الأيام الماضية وليها دور على العموم، ولكن دورها كان مؤثر جدا في هذه الأيام بقيادة حضرتك في إن هي تقف في المشكلة الكبرى ودعم العمالة الموسمية. يا ريت تكلمني حضرتك وتقول لي كان دور الشركه القابضه ايه في ان هي تساعد الدوله وتساعد في العماله الموسميه. هو مش العماله الموسميه بس، يعني خلينا نبتدي الموضوع من اوله. اتفضل. زي ما حضرتك قلت، هو الدور مش اليومين دول بس، واللي تبادر الى الذهن وكانت المناقشات ده دور حوله لما ابتدينا نتكلم على ازاي يبقى لنا دور قومي، كانت وقلناها في مداخله سابقه في البرنامج بتاع حضرتك، كانت المهمه الاولى هي ان احنا نحافظ على بناتنا واولادنا العاملين في المجموعه، ودي اللي كرسنا لها الوقت والجهد في الاول، وعملنا عشانها لجنه اداره الازمات، وكانوا فيها الساده رؤساء الشركات وزملاء من الادارات العليا من الشركات والشركه القابضه، وحصلنا البيت الاول، البيت الداخلي، علشان واجبنا وحقهم علينا بناتنا واولادنا ان هم يجوا لبيئه عمل امنه وامينه وما يتاذوش فيها، هم جايين يخدموا شركاتهم ويخدموا بلدهم، فلازم نحافظ عليهم. ودي الحقيقه الخطوه الاولى والاساسيه والاكبر ولازم الناس تعرفها في ما يطلق عليه المسؤوليه المجتمعيه. المسؤوليه المجتمعيه مش تبرعات وفلوس، المسؤوليه المجتمعيه بتبدا بالحفاظ على البيت الداخلي، واهم حاجه فيه هو العنصر البشري. تمام. بعد كده الازمه ابتدت تسوء طبعا، والعالم كله حوالينا زي ما انتم متابعين في الاخبار ابتدى يحس بوضعها، وبالنسبه لمصر احنا طبعا مش بعيدين عن العالم ده. واحنا من نتيج هذا المجتمع نفرح لفرحه ونتالم لالمه. اكيد. التساؤل، طيب نعمل ايه؟ احنا اوريدي من الاساس بنساهم اسهام مؤثر وفعال في موازنه الدوله. تمام. الحمد لله رب العالمين، حصلت طفره في توزيع الارباح للدوله السنه دي من 750 مليون لمليار ونص. تمام. بالاضافه الى ما ندفعه من حق الدوله علينا من الضرائب والرسوم والتامينات. تمام. المجموع بتاع كل ده بيتجاوز 3.5 مليار جنيه. لكن قلنا مش هنتوقف عند هذا الحد، ولازم يبقى لنا اسهام مباشر في الازمه الحاليه. اول حاجه تبادرت الى الذهن لما اتكلمت مع الساده رؤساء الشركات انه الازمه اساسا ازمه صحه. تمام. وبعدين تحولت بعد كده طبعا الى ازمه اقتصاديه. طيب ازاي هنجابه ازمه الصحه؟ احنا عندنا مرضى، ربنا يعني يسلم الجميع ويشفي المرضى، وعندنا الجيش الابيض، الاطباء والممرضين والممرضات والطبيبات، اللي هو الطاقم الطبي الحقيقه اللي هو في خط المواجهه. تمام. وبيضحوا براحتهم وبيخاطروا بارواحهم علشان الشعب ده وعلاج الشعب. تمام. فكانت وجهتنا الاولى قبل العماله اللي حضرتك قلت عليها، وجهتنا الاولى هي المرض وحماية الطاقم الطبي. تمام. واتفقنا ان احنا نتبرع ب 10 مليون جنيه لمؤسسة اهل مصر، لان هي كانت بتجيب اجهزة نفط صناعي وبتجيب اجهزة وقائية وملابس وقائية للطاقم الطبي. تمام. وبالفعل التبرع ده ماشي بسرعة وبمباركة من الجميع وبموافقة من معالي الوزير اللي هو رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة. وعملنا التبرع ده بالفعل.
ده كان للقطاع الطبي يا فندم؟ ده كان للمرضى والقطاع الطبي مع بعض. يعني كان في عشرات للتنفس الصناعي التبرع بتاعنا موجه اليها، بالاضافه الى الماسكات والاجهزه الوقائيه للطاقم الطبي. تمام. ثم جاءت الحلقه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عليها، وهي ليها برضو حاجه هتهم الزملاء والعاملين عندنا. تمام. سمعت انا شخصيا تعليق كده انه انتوا منعمين والبلد كلها بتعاني دلوقتي، انه في عماله موسميه متضرره، وفي بعض الشركات بتستغني عن عماله، وفي بعض الشركات بتنزل المرتبات. تمام. فقلنا احنا مش عايزين قر بقى، يعني خلي بناتنا واولادنا يكونوا يعني بعيدا عن هذا القر. فخلينا نزكي برضو، نزكي عن العاملين، عن العاملين نزكي عنهم بقى وعن نفسنا. تمام. لان احنا عاملين اللي علينا والله. تمام. تمام. وكل حاجه. لكن في نفس الوقت يعني هو مش مساله زكي عن العاملين، هو يعني البدايه كانت كده عشان بس نفهم الناس ان احنا مش بعيدين عن المعاناه دي. تمام. ومش قاعدين في ابراج عاجيه، ومش قاعدين مش هممنا اللي بيحصل. مجرد ان الزميل عندي او الزميل عندي عنده الانكم بتاعه او الوظيفه بتاعته محميه، ان هو مش بيفكر في بني وطنه، لا مش صحيح خالص يعني. ولذلك برضو بالمناقشه مع الساده رؤساء الشركات الدكتور احمد عبد العزيز والاستاذ مؤمن مختار، قررنا انه الموجه الثانيه من التبرع تكون موجهه خصيصا ومباشره للعمال الموسميه المتضرره. تمام. قلنا اسهل حاجه في هذا، طبعا في مصارف كثيره جدا وفي ناس كثير بيوصلوا لها. تمام. لكن الدوله اوريدي عامله استاذ هاني لجنه مخصوص لهذا. تمام. برئاسه السيد رئيس الوزراء، وكان المقرر بتاعها الدكتوره هاله السعيد وزير التخطيط. اتصلت انا بيها وعرفت الطريقه اللي اللجنه دي بتشتغل بيها، وفي صندوق بتوجه التبرعات اللي فيه لهذه العماله المتضرره. ومن ثم تبرعنا برضو احنا الثلاثه، مصر التامين ومصر قناه الحياه والشركه القابضه، ب 10 مليون ثانيه للعماله الموسميه المتضرره. اعتقد ان احنا بكده الحمد لله رب العالمين نكون حققنا هدف وغرض يخلي برضو بناتنا وابنائنا فخورين بالمجموعه اللي هم فيها، يخليهم محسسين الجميع ان هم مش ناسيين اخواتهم واخوانهم من بني الوطن اللي هم ما عندهمش نفس الحظوه بتاعتنا ان هم في اماكن امنه وظيفيا، لا احنا قلبنا معاهم وعقولنا معاهم ودعواتنا معاهم وكمان تبرعاتنا معاهم. طب استاذ باسل، اللي جاي لي اسئله كتيره جدا وطلبات كتيره جدا من العاملين بجميع قطاعات التامين، بيقولوا قول لاستاذ باسل العاملين في قطاع العاملين بيقولوا لك كل سنه وانت طيب بمناسبه شهر رمضان، وهو هيبقى عارف معنى السؤال. ده مش سؤال، هما طيبين. وانا افضل انه احنا لما تيجي المناسبات الحلوه نبارك لبعض ونهني بعض من غير ما يبقى في مغزى ومعنى زي ما حضرتك بتقول. تمام. خصوصا لما تبقى البلد كلها في محنه زي كده، نسيب الامور تمشي في مجراها. تمام. ونفكر مع بعض ايه اللي ممكن يتعمل. فاحنا النهارده بنتكلم على موضوع محدد. تمام. وموضوع زي ما بقول لك يخلينا نفخر بالمجموعه بتاعتنا. اكيد طبعا. اكيد. ونفخر بالمبادره اللي اتعملت ونباهي بيها انفسنا ونباهي بيها الشركات الاخرى، اللي هي سواء كانت في القطاع الحكومي او القطاع الخاص. كل سنه هم طيبين طبعا، وهم عارفين مكانتهم، وهم عارفين ان هم في القلب. لكن انا حابب برضو ان اعرف ان الشركات كمان في القلب. اكيد. وحال الشركات في القلب مش سر ان احنا طبعا بنعاني، ومش سر ان احنا هنستمر في المعاناه لفتره، لانه الازمه دي انقلبت زي ما قلت لك في اول الكلام. أكيد. من صحيه الى اقتصاديه. اكيد. فلازم نتكاتف، ولازم ان احنا يبقى في بالنا انه الاماكن الكويسه اللي خدت بالها مننا ومتوليه امورنا، ان احنا برضو نكون
احنا كمان واخدين بالنا منهم ومنها من الاماكن بتاعتنا دي وراعينها وراعيين اكل عيشنا فيها. استاذ باسل، قطاع التامين من احد القطاعات الهامه في الاقتصاد القومي في مصر، ده دور حضرتك، وشايفين ان قطاع التامين قايم بدوره، وان شاء الله باذن الله في ظل وجود حضرتك نتمنى ان قطاع التامين يكون له دور مؤثر في رفع المعاناه عن بقيه الشعب المصري. اتمنى هذا. قطاع التامين عموما طبعا قطاع زي ما حضرتك قلت حيوي وهام، وانا شايف انه قياده القطاع التامين الحكومي لهذا القطاع اثبتت جدوى واثبتت اكيد يا فندم الاداره، سواء كانت من ناحيه الشغل او من ناحيه الحصه السوقيه، ودلوقتي من ناحيه الطليعه والحمد لله رب العالمين فيما يتعلق بالتبرع والاسهام للوطن ولمسانده الجهود الحكوميه ولمسانده القياده السياسيه. شكرا لحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير، ونتمنى ان شاء الله السلامه للشعب المصري كله. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، كان معنا الأستاذ باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، وبين دور قطاع التأمين وإزاي الشركة القابضة للتأمين قامت بمساعدة في إن هي تكون ليها دور في إن هي تواجه هذه المشكلة من الناحية الطبية والناحية الاقتصادية. فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل.